فتح الغزو التركي لليبيا أبوابا متوسطية وإقليمية ودولية كانت مغلقة لعقود. فبعد سياسة صفر مشاكل التي انتهجتها الخارجية التركية وفتحت أفاق التعاون التجاري لها في الشرق الأوسط، جاء أردوغان ليفتح أبواب النار على نظامه ودولته من خلال سياساته العدوانية، لتتخذ العديد من الدول إجراءات مضادة حيال تغول النظام التركي المتهور، اتفاقيات متوسطية ثنائية جديدة بين اليونان وإيطاليا وقبرص وفرنسا ومصر، ولتعلن العديد من الدول عن مناورات بحرية كبرى لمواجهة الحماقات التركية، مناورات مصرية ضخمة وأخرى أمريكية قبرصية فرنسية يونانية تشهدها أمواج المتوسط. باب أردوغان الذي فتحه جرى الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات على بلاده خلفية التعامل التركي مع دول حلف شمال الأطلسي وتهديدها بالهجرة وخطر الإرهاب الذي أصبح يشكله على القارة العجوز. وبالتزامن مع الاندفاع التركي، دول مجلس الأمن تطالب بالحل السياسي وإيقاف التدخل الخارجي ووقف المرتزقة. فهل يسلك أردوغان مسلك السلم والعودة عن مغامرته المتهورة، أم أن ليبيا ستكون وفقا لفورين بوليسي الدولية ستكون نزيفا لنظامه وإذانا بفشل؟ أهلا بكم في نهاية الأسبوع. وعن الغزو التركي لليبيا الذي يشعل الصراع الإقليمي والأوروبي والدولي، رحبوا معي هنا بضيوفي. ينضم إلي هنا في الأستوديو الدكتور يوسف الفارسي، الباحث المختص في شؤون الأمن القومي والإقليمي في منطقة غرب المتوسط. أهلا وسهلا بك دكتور. وينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من بنغازي الدكتور عثمان البدري، المتخصص في تاريخ العلاقات الدولية. وينضم إلي من العاصمة السورية دمشق عبر الهواء الأستاذ غسان يوسف، باحث سياسي ومختص في الشأن التركي. أهلا وسهلا بكم جميعا في نهاية الأسبوع من ليبيا الحدث. وبداية معك دكتور يوسف، كيف تبعت بعض مخرجات جلسة الأمن الأخيرة بشأن رفض التدخل التركي أو الخارجي في الشأن الليبي وتنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة لليبيا بعد القرار 1979؟ هل هذه النقاط جدية في التعامل مع الأتراك أم أنها فقط حبر على ورق؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب طبعا نشكرك أستاذ مصباح على إتاحة هذه الفرصة، كما لا يفوت يعني نشكر قناة الحدث على هذه الاستضافة. يعني بالنسبة طبعا الموضوع مش جلسة أنا طبعا تابعتها عن كثب، أنا طبعا الحلقة هي كانت طبعا لو جلسة هي كانت جلسة فيها طبعا كلمات عديدة لبعض مندوبين الدول في مجلس الأمن، وشفنا يعني التوجه اليوناني والتوجه الإماراتي والتوجه السوداني عن طريق المندوبين أن هم كلهم يدعموا طبعا إعلان القاهرة ويدعموا طبعا الحل السلمي والخروج من الأزمة بشكل أو بآخر. ولكن طبعا أنت عارف أن فيه طبعا دول أخرى تتعارض مصالحها في ليبيا. يعني أنت شوفوا يعني حتى كلمة أمين عام جامعة الدول العربية في مجلس الأمن كانت مهمة ومقتضبة، وكلها دعمت إعلان القاهرة ودعمت عدم تدخل الأجنبي في شؤون الليبية، وكذلك إعطاء فرصة لعملية الحل السلمي. وأنا أرى أن الكفة كانت في مجلس الأمن للدول الداعمة للجيش ومجلس النواب كانت أكثر، خصوصا أن السودان، اليونان، طبعا أمين جامعة الدول العربية، الإمارات، الجزائر، كلها كانت لقاطها كلها ضم وتدعم الجيش بشكل كبير. وخصوصا طبعا انت عارف المنطقه هذه طبعا تشهد يعني موجه كبيره من التحشيد والتوترات، وانت عارف المنطقه هذه فيها تحديات كبيره جدا جدا مهمه. وهذا طبعا في ملفين تو هن اللي حركن في المصالح الان، اللي هي ملف الهجره غير الشرعيه وملف الارهاب، هذه مهمات. ونحن حتى الادعاءات اللي شفناها عن طريق الادعاءات حكومه الرفاق ان في فانغار روس وفي طبعا سودانيين قاتلوا بجانب الجيش، هذه ذريعه للتدخل طبعا في الهلال النفطي وفي سرت بشكل او باخر. ولكن احنا شفنا رد السودان على 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 هذه الاتهامات في مجلس الامن في جلسه طبعا دوليه، وروسيا رد كان رد يعني امام المجتمع الدولي، يعني مش موضوع سهل. المجتمع الدولي كان يتابع فيها الجلسه بشكل كبير، وكان الرد يعني عجبني الرد بالذات الرد السوداني، قلنا احنا كان نحن ما عندناش قوه سودانيه تشارك ميليشيا تشارك في الحرب على الجيش، بل نحن كان عندنا عدد 200 عدد قصدي مجموعه قوة عسكريه تحارب مساله الجريمة المنظمه في المنطقه. وهذه القوة طبعا حدت حققت نجاحات حيث أن قامت بضبط 200 مجرم سوداني حاولوا يتسللوا من ليبيا عبر أوروبا. هذه كانت نقطة فيصلية مهمة في مجلس الأمن، بينت أن الجيش بالعكس هو اللي يقارع في الإرهاب وهو اللي يدعم فيه، كانت مهمة يعني النقطة. كان الجواب
شافي يعتبر شافي يعتبر جلسة مجلس الأمن مثلها المجتمع الدولي، لكن تحول بالنقطة مهمة جدا إلى الدكتور عثمان البدري. دكتور عثمان أهلا بك في نهاية الأسبوع. الكل يتحدث عن أهمية وجود حل سياسي في ليبيا، وفي ذات الوقت نشاهد تصعيد غير مسبوق من الجانب التركي، وهو الذي تمثله على بشكل دبلوماسي وحكومة الصخيرات التي يرأسها فايز السراج في طرابلس، ومن الأتراك أيضا بإرسال الأسلحة والمرتزقة. كيف يمكن أن يتحقق هذا الحل السياسي الذي تحدث عنه المجتمع الدولي مع التصعيد التركي وحكومة السراج التي تنفذ هذه المهام التي توكل إليها من الباب العالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أستاذ مصباح، أود أن أتوجه إليك بالشكر لإتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الاستضافة. العفو لك. كما أود أن أحيي ضيفك الكريم الدكتور يوسف، وكذلك ضيفك الآخر من دمشق الأستاذ غسان، وأيضا الشكر موصول طبعا لطاقم القناة الفني الرائع في هذه الأمسية. كما لا يفوتني أن أحيي مشاهديك الكرام الذين يتابعون هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة. الواقع عندما نتحدث عن التدخل التركي في الشأن الليبي، أتصور بأنه أصبحت تركيا طرف واقعي وطرف موجود على الأرض، وأصبحت هي صاحبة الكلمة الأولى في الطرف الغربي للأسف الشديد من بلدنا ليبيا. وبهذا الشكل أصبح الملف الليبي رويدا رويدا، يعني يخرج من الليبيين أنفسهم، وبدأت تتدخل الكثير من الدول التي لديها أطماع، وعلى ما يبدو أن هناك يعني مماحكات سياسية ومحاولات ل يعني الاتفاق حول النظر لهذه القضية أو المشكلة الليبية، كل حسب الزاوية التي يراها وحسب مصلحته الخاصة. الواقع الأمر أعتقد بأنه أصبح يتعقد أكثر، فهناك الكثير من الملفات التي أصبحت تخرج وتتكون. فعلى سبيل المثال، هذه المرتزقة الذين تقوم بجلبهم تركيا وبأعداد كبيرة جدا، هذا الأمر طبعا يؤدي بالمحصلة في المستقبل أو في قابل الأيام إلى ربما تغير ديموغرافي في المنطقة، وهذه مسألة خطيرة جدا. فإذا هناك الحقيقة بلورت لملفات ولمشاكل عدة أصبحت تظهر من خلال هذه القضية. إذا الموضوع أصبح يتطور بحيث أنه تظهر كثير من القضايا ومن الملفات التي ربما ستكون عائقا أمام الدولة الليبية في المستقبل. طيب دكتور عثمان، هل هنالك مجال للحديث عن حل سياسي في ظل التصعيد التركي الملحوظ الآن؟ يعني تركيا تحسب نفسها أن هي الآن هي كسبت الرهان وموجودة في طرابلس، وتحدث وزير الدفاع التركي خلوسي أكار في اجتماعه بضباط الأتراك في طرابلس، وقال بالحرف الواحد أن الجيش الليبي كان سيدخل طرابلس وينهي الوجود، لكن نحن أنقذنا الموقف حسب تعبيره. يعني الأتراك مش ناويين على خير، والحديث عن حل سياسي أعتقد هو ضرب من خيال. يعني الإيقاف أو وقف إطلاق النار هو الأجدى قبل الحديث عن حل سياسي من كافة الأطراف، يعني أتحدث ومنع التدخلات الخارجية والمرتزقة والدول التي تتدخل في الشأن الليبي. إذن لو كان تحدثنا على حل سياسي، يجب أن يكون معقود على أسس ومبادئ وليس خيارات. تفضل دكتور. نعم، هو الواقع الحل السياسي أولا يجب أن يتبلور وفقا على الأقل اتفاق دولي لربما. فالمشكلة التي نشاهدها الآن هو عدم، يعني أعتقد بأن الأطراف الدولية لم تتبلور بعد رؤية موحدة فيما يتعلق بالنظر إلى المشكلة الليبية. فعلى سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي لديه كثير من المشاكل فيما يتعلق بالنظرة إلى المشكلة الليبية. إيطاليا على سبيل المثال نجدها بأنها ارتمت في أحضان
احضان الجانب التركي وأصبحت حليف واضح في الجانب التركي، طبعا مدفوعة بمصالحها الخاصة المتعلقة ب يعني إمدادات النفط والغاز، وكذلك ملف الهجرة الذي يمثل هاجس ومشكل بالنسبة للإيطاليين. أيضا رأينا أن أمريكا على سبيل المثال لابد لها من أنها تحالفت وعلى الأقل أعطت الضوء الأخضر للأتراك ليقوموا بما قاموا به في ليبيا. وأيضا نجد بأن مجلس الأمن هو أيضا أعتقد بأنه لم يبلور يعني بعد رؤية لحلحلة المشكل الليبي، ومن هنا أتصور بأن قضية الوصول إلى حل سياسي زي ما أشارت حضرتك كانت يفترض أنها تمر بمراحل. المرحلة الأولى هو وقف لإطلاق النار، ويكون ذلك ربما بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، ثم يعقبه التفاوض ومحاولة الوصول إلى حل سياسي للمشكلة الليبية. ولكن نجد بأنه بالمقابل التعنت التركي لازال مستمر، فمثلا الجانب التركي لا يزال يرسل في المرتزقة الذين يقوم بتجهيزهم في منطقة شرق مصراتة، وبالتالي يتجهز لربما لمحاولة الدخول في أو اقتحام مدينة سرت وكذلك الجفرة. فهذه مسائل كلها تنبئ إلى أن الحل السياسي على ما أعتقد بأنه غير ممكن أو غير وارد على الأقل في المنظور القريب منا في هذه المدة، لربما يعني قد يتبلور مستقبلا، ولكن لا أتصور بأنه الحل أصبح يعني قريب الحل السياسي. طيب، نظرا للتناقض الواضح ما بين مصالح هذه الدول وخاصة الدول الفاعلة. تركيا الآن هي وهذا أمر واقع، هي يعني طرف فاعل على الأرض موجود، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون الرؤية السياسية لابد أن يكونوا هم موافقين عليها. يعني سيد أردوغان لم يأتي إلى ليبيا لمجرد أنه يعني يقف عند حد معين، إنما عينه دائما على الحقول النفطية وعلى الموانئ النفطية وعلى الهلال النفطي الذي يمثل يعني رزق الليبيين بشكل عام. نعم. طيب، أنتقل إلى الأستاذ غسان يوسف الباحث السياسي والمختص في الشأن التركي. أهلا بك سيد غسان. أنا أحتاج إلى معرفة تجربة سوريا والأشقاء السوريين مع التواجد التركي، وكيف تنقل لنا صورة عن التجربة التركية في سوريا والخطر التركي الذي داهم سوريا ولازالت تعاني منه حتى هذه اللحظة. تفضل أستاذ غسان. مساء الخير لك أخي مصباح ولضيفك الكريمين والأستاذ المشاهدين. يعني سأقول لك بصراحة، وكما قال الدكتور عثمان، لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي في ليبيا في هذه الظروف بعد التدخل التركي الفظ وبعد قيام تركيا بنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا والاعتماد على المجموعات الإرهابية التي تقاتل بها حكومة الوفاق. تركيا دخلت سوريا بأطماع. نحن لدينا في سوريا لديها ما يسمى الميثاق الملي، وهذا الميثاق الملي من اللاذقية حتى الحسكة يعتبر في الدستور التركي هو جزء من الأراضي التركية. ولاحظ يعني أن مثلا الرئيس التركي دائما يكرر بأن تركيا ليست في حدودها البرية، وإنما هي في امتداداتها القومية والعثمانية، ولذلك هو قال بأن يعني أعلن عن أطماعه في ليبيا. ولذلك اليوم نحن أمام صراع عربي تركي لا تجدي مع أردوغان الحلول السياسية، ونحن اليوم نتحدث إليكم وإلى قناتكم الكريمة وإلى الشعب الليبي الحبيب على قلوبنا. نحن كسوريين نقول وننبه بأن أردوغان يعد العدة اليوم لحرب ضروس في ليبيا، وعلى الأخوة الليبيين أن ينتبهوا إلى هذا الماكر الغادر الذي لا يلتزم بأي عهد أو أي ميثاق. لاحظ بأن في سوريا لولا بطولات الجيش العربي السوري ودعم الأصدقاء لم نستطع أن نحرر شبرا واحدا، وكل ما حررناه في سوريا كان بسواعد الجيش العربي السوري ودعم الأصدقاء. ولذلك اليوم لا، أنا أقول لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا بوجود تركيا بدعمها لجماعة الإخوان المسلمين وباعتمادها على المجموعات الإرهابية التي رأيتم كيف فعلت ما فعلت بالشعب الليبي العزيز على قلبنا. ولذلك
يجب الانتباه إلى أن الحل سيكون بتصدي الشعب الليبي والجيش الليبي الوطني الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وهو يعني صنو الجيش العربي السوري، وندعو كل الدول العربية إلى دعم الجيش الوطني الليبي وإلى دعم الإخوة في ليبيا لرد هذا الاحتلال وهذا الغزو والذي لا يخفي نفسه. ولذلك نعم، إذا أرادت ليبيا أن تستفيد من التجربة السورية فعليها أن تعد العدة لمواجهة هذا المحتل التركي. ولاحظ يعني أن تركيا دائما ما تشبك مع الولايات المتحدة كما تفعل في سوريا، يعني هي دائما تنسق مع الولايات المتحدة ضد الجيش العربي السوري، وأيضا فعلت في ليبيا نسقت مع الولايات المتحدة ضد الجيش الوطني الليبي. طيب حضرتك تحدثت سيد غسان عن نقطة مهمة جدا، وهو ملف نقل المرتزقة الإرهابيين من سوريا، سواء كان سوريين أو أجانب، يعني عن طريق تركيا هي ممر العبور، ومن ثم إلى ليبيا مطري مصراتة وطرابلس. كيف تبعتم هذه القضية وهذا الملف الشائك، يعني ملف نقل الإرهابيين، كيف تتابعون ذلك بحضرتك مختص في الشأن؟ نعم. التركي أخي مصباح، نحن تابعنا وفاهم يعني ما الذي يحدث هناك بالضبط منذ عام 2011 وحتى يعني قبل أن تبدأ يعني الأحداث في سوريا. كانت تركيا تنصب القيام في الجانب التركي، وكانت تقوم بتدريب المرتزقة السوريين الذين هم اليوم يقاتلون في ليبيا وفي نيجيريا وفي الصومال وفي وموجودون في قطر وفي اليمن. ويعني تركيا لديها خبرة كبيرة، وهي تنسق مع المخابرات الأمريكية CIA في نقل هؤلاء. ولاحظ يعني أن سوريا اليوم مليئة بالإيغور الذين جاءوا من الصين، والشيشان الذين جاءوا من روسيا، وأيضا لديك الكتيبة الألبانية والأوزبك وغيرهم الذين جاءوا من وسط آسيا. ولذلك أنا أقول لك بأن لدى تركيا خبرة كبيرة بتدوير المرتزقة وبنقلهم من مكان إلى آخر. ولاحظ يعني أن ما كان يسمى الجيش الحر، والذي يعني استمال البعض وكان البعض يقول هناك جيش حر وغير ذلك، أصبح اليوم يضع العلم التركي على كتفه ويحمل البندقية التركية ويعني يحيي الضابط التركي، ومن ثم يقوم بالانتقال إلى ليبيا لمقاتلة الشعب الليبي والجيش الليبي. ولذلك نعم يعني أردوغان دائما ما يقوم بنقل المرتزقة، ونحن في سوريا أعتقد بأن يعني ما قام به أردوغان وضح الكثير من الأمور التي كانت ملتبسة على بعض الأخوة العرب وحتى يعني بعض أهلنا في سوريا، وكان البعض يعتقد بأن هؤلاء ثوار، ولكنهم اليوم فعلا كما قلت حضرتك أخي إصباح أصبحوا يحملون صفة المرتزقة في كل أنحاء العالم. نعم. وسقطت ما سميت الثورة السورية أو ما سمي الثوار، سقطوا في المستنقع التركي. ولاحظ يعني بأن المناطق التي تحتلها تركيا من سوريا هي تأتمر يعني بأمرة الجيش الانكشاري التركي، وتقوم بالعمل بأمرته وضد أبناء يعني الوطن السوري أو أبناء الوطن الليبي. ولذلك يعني أنا أقول بأن يجب على العرب جميعا أن يعرفوا أن اليوم كانت الحرب في سوريا انتقلت إلى ليبيا، ربما ستنتقل إلى اليمن، ربما ستنتقل إلى موريتانيا، إلى تونس، إلى غير بلد من البلدان العربية. ولذلك نعم نحن اليوم أمام خطر عثماني جديد، يعني ليس هذا ما نقوله نحن في سوريا أو أنا، وإنما يقوله كل من يتابع تصريحات الرئيس التركي ووزير دفاعه وخارجيته، وهم يتكلمون ويعني بدون استحياء. يعني عندما يقول لك نحن سنحرر ليبيا من الجيش الوطني الليبي، ماذا ستقول؟ وعندما يقول لك نحن سندخل سوريا ونصلي في الجامع الأموي، ماذا سنقول؟ يعني هو الذي يقول هذا الكلام، وعندما ينجح في الانتخابات يقول هذا النجاح هو هدية لبيروت ودمشق وطرابلس والقاهرة وكوالالمبور. تصور إلى أين؟ لذلك نعم يعني إذا كان حزب كحزب العدالة والتنمية يعني فوق الوطني، وهو لا يعترف بالحدود القطرية ولا يعترف بالحدود الوطنية، وهذه هي عقيدة الإخوان المسلمين، لذلك يجب الانتباه إلى هذا الأمر. ونحن في سوريا عانينا كثيرا يعني من هذا الحزب الذي
يعتبر أن سوريا جزءا من الإمبراطورية العثمانية، ولذلك عندما كان أردوغان يزور سوريا كانت عينه على ويعني على دمشق، وعينه أيضا على ثروات سوريا وعلى النفط السوري، وهذا هو طلب يعني من ترامب أن يتقاسم النفط السوري مع الولايات المتحدة. وأين يعني عندما يقول لترامب بأنني أريد نفطا من سوريا، وهو تعرف أنه يعني تعامل مع داعش وهرب النفط من سوريا إلى تركيا بواسطة داعش، وكان يشتري النفط من داعش ومن النصرة، وأيضا يعني قام بدعم داعش حتى ضد يعني الجيش السوري. طيب ولذلك معي. أقول طيب قبل معي سيد غسان، دعني أعود إلى الأستاذ الدكتور يوسف. دكتور يوسف، الولايات المتحدة طلبت بوقف فوري لإطلاق النار، وطلبت أيضا بإخراج المرتزقة. كيف تصف الموقف الأمريكي في ليبيا، خصوصا أن الدكتور عثمان البدري في قبل قليل قال أن التحرك التركي هو ضوء أخضر أمريكي؟ يعني تفضل. تمام، هو طبعا أنت عارف بالعكس، وطبعا بداية التحرك التركي في ليبيا هو كان بعز أمريكي، يعني أمريكا كان هي اللي تدعم في تركيا أن هي تدخل في المشيات وكذا جهرا نهارا، ولكن أصبح الموقف يتغير بعد تم الموقف، يعني هو تهديد المصالح الأمريكية بشكل أو بآخر، يعني التوغل التركي في المنطقة هو شكل خطر لأوروبا وشكل خطر لأمريكا. هو حاول أنه هو يدعم في الأول الطرف التركي، وحاول يدخل به في هذه المنطقة بالذات المنطقة الوسطية، ورأى أن في هنا المنطقة هذه بعد زج بهذا الدواعش والميليشيات، رأى أن هذه المنطقة تعتبر تهديد له هو مباشر، حاول أنه هو الزج بتركيا أو حاولت إنهائها فيها في المنطقة، لأن تركيا أصبحت شكل خطر بالذات لما هي دخلت في أربع دول قريب، العراق، سوريا، مصر، اليمن، ليبيا، أصبحت شكل تهديد الاستقرار والأمن على مستوى الأمريكي وعلى مستوى الأوروبي. فهو حاول أنه في الأول يدعم الجانب السوري التركي، والآن حاول أنه هو يدير تهديد لجانب تركيا وأنه هو يخرج الميليشيات من المنطقة بشكل كبير. يعني طيب الآن يعني الدكتور وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار السابق، قال إن الولايات المتحدة لم تمنع الأتراك من الذهاب إلى ليبيا ولم تششحهم أيضا على ذلك، يعني وفي إشارة لأن الأتراك يتصرفون بشكل انفرادي، على عكس من يقول أن الأمريكان منحوا الأتراك ضوء أخضر. هو طبعا منعهم طبعا ضي اخضر في البدايه، طبعا اكيد هو الدخول قلت لك واضح، وقال بشكل واضح ان الولايات المتحده لم تمنع الاتراك من الذهاب لليبيا ولم تششحهم على ذلك، يعني لا تشجيع ولا منع. ما الذي يحدث؟ نحتاج الى تفسير ما الذي يقول هذا المستشار. هو التفسير بتاعها كما قلت لك هو كما يقول تخلص من جانب تركيا باي طريقه، انا نشوف فيه يعني هو هذا مستنقع طبعا دخلوا فيه وحاولوا ان هم يعطوهم الضوء الاخضر ويدعموهم، بالعكس انه الدخول بشكل يعني نقولوا نحن شرعي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، ولكن بعد اتضح الامر ان هؤلاء التدخل طبعا انت عارف راول اللي غير مشهد كله هو الجانب الاوروبي، اكثر شيء متوسط هو اللي قاعد يضغط على الجانب الامريكي، لان اوروبا تعتبر استراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه. فانا نشوف فيها ان التحرك اللي الان نشوف فيه الامريكي، وانا الاخبار هي طبعا متسارعه وجديده، هي كما تقول احنا نتيجه توافق المصالح الاوروبيه مع المصالح الامريكيه، فرجع الجانب الامريكي انه هو يضغط على تركيا بان هي تخرج الاسلحه والدواعش من ليبيا، لكن احنا راينا ان في تو الان تعنت من الجانب التركي انه هو عدم انا خضوعي للقرار الامريكي وعدم خروجي من ليبيا. يعني طيب دكتور عثمان، يعني هنالك اهتمام دولي ملحوظ الان، وهذا الاهتمام تحدثنا لما نقول دولي، لكن خلينا نصف الموضوع بشكل دقيق جدا، وانا نحكي هنا على مجلس الامن، مهتم بملف النفط وعملية الفتح والإغلاق ومن عدمه، وبضرورة التوزيع العادل للإيرادات حسب قولهم. ما نعرفش إن إذا كان في آلية واضحة لتوزيع الإيرادات. هل تعتقد أن اختراق ما تحقق في هذا الملف، أم أن ما الذي حدث لملف النفط؟ نعم، هو الواقع الملف النفط هو الملف المهم بالنسبة للأطراف الدولية الحقيقة، وخاصة للشركات التي لديها نصيب من النفط الليبي. بكل تأكيد أن هذه الشركات تحاول الضغط على هذه الدول التي تنتمي إليها في محاولة وضع آلية معينة لاستئناف تصدير النفط.
نظرا لأن مصالحهم في استمرارية تصدير النفط. ومن هذا المنطلق رأينا بأن مسألة تصدير النفط هي الأسرع في حلحلة المشكل الليبي، ونحن نعرف جميعا بأن ملف النفط وهي ورقة تفاوض يفترض أن يتم إنهاء هذه الورقة أو الاتفاق حولها إلا وفق يعني تحقيق مكاسب معينة للطرف الذي قام بمثلا بمنع تصدير النفط. من هذا المنطلق رأينا بأن هذه الدول يعني وقامت بشكل سريع في استئناف تصدير النفط دون توضيح آلية واضحة بالنسبة لنا، حتى نقول بأنه والله استمرارية تصدير النفط هي مسألة يعني أتت في سياق مصلحة الشعب الليبي بشكل عام. إذا كانت السياق السابق هو المستمر وهو الذي سيستمر، وهو أن إيراداتها النفط ستذهب إلى البنك الليبي الخارجي ومن ثم ستعود إلى البنك المركزي الموجود في طرابلس، إذن ماذا تحقق؟ وهذه مشكلة. هل هناك مثلا آلية بحيث أن يتم فتح حساب خاص بإيرادات النفط وتقوم هذه الشركات بأخذ نصيبها 40% و60% يعني تبقى أو تظل في هذا الحساب إلى حين اتفاق الليبيين فيما يتعلق بالمشكلة الليبية؟ فكل هذه الأمور ليست واضحة بشكل دقيق أمامنا، وليست لدينا مصادر محققة بحيث أن نحن نتحدث عن يعني حقائق مؤكدة في هذا الجانب. ولكن أنا أتصور بأن الملف النفط تحديدا وهو ملف مهم جدا، وهو الذي يعني استدعى دخول كل هذه الأطراف الدولية في هذا الجانب. هذا أمر يعني لا أعتقد بأنه يعني سيتم الاتفاق عليه وفقا لربما الرؤية الليبية، وإنما سيتم معالجته وفقا لرؤى الدول التي لديها مصالح في هذا الجانب. لماذا؟ لأن نحن الأطراف الليبية بشكل واقع وبشكل صريح، ليس الأطراف الليبية أعتقد بأنها أصبحت يعني تأثيرها في المشكل الليبي ثانوي بقدر ما تكون الأطراف الدولية هي المؤثر الأساس والرئيس في المشكلة الليبية. وهذه مشكلة كبيرة حدثت للليبيين بشكل عام، بأن أصبح الليبيين تقريبا شبه متفرجين على ما يحدث، ونحن نلاحظ ونتابع ماذا ستقول أمريكا وماذا ستقول إيطاليا، ونشاهد فرنسا وكيف موقف فرنسا، ونشوفه ونتابعه في جلسات الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن عندهم جلسة في هاليومين على هذه المشكلة. وبهذا الشكل أصبحنا نتابع في 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 تعاطي المجتمع الدولي مع المشكلة الليبية، وظل الجانب الليبي بعيد كل البعد وربما غير مؤثر في هذا الجانب. اللهم إلا أن تكون هناك إيرادات ليبية حقيقية وحراك ليبي حقيقي للنظر في هذه المسألة، وخاصة الوطنيين الذين يقولون لا للاستعمار بمختلف أنواعه وأشكاله، ويجب أن تقوم الدولة على الأسس التي يعني يريدها الليبيين، زي ما أشار الأستاذ غسان بأن يجب على الليبيين أن ينتبهوا للمخططات الدولية. فالسيناريو الذي قامت به تركيا في سوريا هو نفسه السيناريو الذي تريد أن تقوم به في ليبيا. نستطيع أن نسميه نعم. إعادة تدوير المشهد يعني. نعم، إعادة تدوير المشهد يعني. نعم بالضبط. طيب دكتور عثمان، اليوم السفارة الأمريكية أشادت بفتح النفط. أنا نقرأ لك كيف جاء بالضبط يعني. وقالت أنها تشيد بفتح النفط ولو بشكل جزئي، وشكرت كل من ساهم في ذلك، وشددت على ضرورة التوزيع العادل لإيرادات النفط بين كافة الليبيين. كيف تبعت ذلك؟ وكيف نفهم بشكل جزئي والتوزيع العادل على الليبيين؟ كيف من الممكن أن توزع إيرادات النفط الليبي على الليبيين بشكل عادل؟ هل ستوزع برأيك؟ يعني الحديث عن توزيع الإيرادات يعني لم يكن بشكل دقيق، أو لم توجد خطة واضحة لطريقة توزيع. هل ستوزع لكل مواطن ليبي في حسابه ينزل له شهري أي مبلغ يحسب، ولا هن تحسب للبلديات وكل واحدة جهة ميزانية خاصة أخرى من إيرادات النفط، خاطي الميزانية بروحها، المدخرات من الميزانية من إيرادات النفط، وتصرفها كيف ما تبي؟
ولا هو يتوزع على الأقاليم الثلاثة وكل واحدة تصرف على التنمية المكانية؟ كيف شكل التوزيع دكتور؟ نعم. وحديث السفارة اليوم نحن نشيد بفتح النفط حتى وكان بشكل جزئي، ولكن نشدد على ضرورة توزيع العادل للإيرادات. أنا ما فهمتش حاجة على فكرة، يعني ريت تشرح لي. نعم، هو الواقع أستاذ مصباح، يعني لما أشادت السفارة الأمريكية بالفتح الجزئي لتصدير النفط، ما في ذلك شك بأنه وكأنها ترسل رسالة إلى الشركات الأجنبية التي لديها مصالح بأنه تم استئناف النفط، وأن نصيب هذه الشركات أصبح يعني قريب جدا ستتحصل عليه. لكن الواقع أمر يعني توزيع عوائد النفط على الليبيين هذه مسألة فنية بحتة تحتاج إلى دراسة وبلجان متخصصة، بحيث أنه يتم يعني التفكير في آليات توزيع الثروة أو عائدات البترول على الليبيين. هل زي ما ذكرت حضرتك، هل سيتم توزيعها على الليبيين بشكل شخصي بحيث أن كل مواطن ليبي ينزل له يعني مبلغ في حسابه؟ وهذا أمر مستبعد طبعا ولا يعقل في ظل هذه الظروف. أيضا ما هي الآلية التي يفترض أن تتم في هذا الإطار؟ أم أنه كل إقليم يأخذ نصيبه، برقة وطرابلس وفزان، وأي نسبة ممكن يتم الاتفاق عليها؟ ونحن نعرف بأن الليبيين لم يتفقوا بعد على كثير من القضايا، من بينهم قضايا توزيع العادل لعائدات البترول. هذه كلها مسائل أعتقد بأنها مسائل معقدة جدا وتحتاج إلى عمل فني واضح، بحيث أن نحن نقتنع بأن فعلا لما يصدر البترول سيتم هناك توزيع عادل للثروة، ومن هنا لربما يعني تخف حدة الصراع والمسلح في ليبيا. فهذه كلها قضايا الحقيقة قضايا معقدة جدا، وأيضا تحتاج إلى عمل فني وإلى اتفاق وإرادة سياسية. الآن الإرادة السياسية هل هي عند الليبيين أم عند الأتراك أم عند الأطراف الدولية؟ لا أتصور بأن الآن بالرغم من الجهد الذي يقوم ببذله السيد المستشار عقيلة صالح بهذه الجولات المكوكية والتي يحاول من خلالها ربما إيجاد تسوية، ولكن لا أعتقد بأنه يعني الطرف الآخر سيكون سيقتنع بأنه يعطي الليبيين زي ما تقول حقهم من عائدات البترول وفقا للآليات التي سيتم الاتفاق عليها. حتى النسب أعتقد بأن ربما هناك يعني عدم اتفاق حول هذه النسب. ما هي المعيار؟ هل هو معيار جغرافي أم معيار مكاني أم معيار سكاني أم كذا؟ أيضا من نقطة أخرى، ربما موجود في برقة جسم موجود اللي هو البرلمان وأيضا الحكومة المنبثقة عنه، ربما يتم التعامل معه في هذا الإطار، وإن كانت أيضا هذا أمر يعني تشوبه كثير من المخاطر. فزان مع من سيتم التواصل والتفاوض والاتفاق حول إعطائهم نسبتهم من هذه العوائد؟ فأعتقد بأن المسألة كلها مسألة معقدة جدا فيما يتعلق بمسألة توزيع العوائد، اللهم إلا يتم فتح حساب خاص بإيرادات البترول ويتم يعني وضع عوائد البترول فيه إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية ربما تلوح في الأفق القريب، ونحن طبعا نتمنى ذلك. أذهب إلى الأستاذ غسان. تركيا تقوم بالعديد من التهديدات في المنطقة وبشكل واضح، وكأنها ترى نفسها فقط في المشهد، و يعني هي تعمل في كيان الحالها، يعني ان هي موجوده، يعني تبوها كدوله موجوده، دوله فاشله ما قدرتش تدخل الاتحاد الاوروبي موجوده، دوله ملاصقه لدول عربيه موجوده، دوله محتله موجوده، دوله تاريخها اسود موجوده، يعني جميع المساوئ موجوده لتركيا يعني. لكن الان تهديدات التركيه، كيف تتعامل سوريا مع هذه التهديدات التركية خاصة وأنكم دخلتم معهم في مواجهات مباشرة بين الجيش العربي السوري والعناصر الإرهابية المدعومة تركيا؟ كيف كانت المواجهة وكيف واجهتم هذه التهديدات التركية على جميع الأصعدة، تحدث عسكريا واقتصاديا وحتى ديموغرافيا؟ عملية التغيير التي أجرتها تركيا واضحة الآن في سوريا. تفضل أخي مصباح. عندما كانت العلاقات يعني بين سوريا وتركيا جيدة، كانت البضائع التركية تغزو كل البلدان العربية
ليس فقط سوريا، وإنما سوريا والأردن ولبنان ودول الخليج وكلها تمر عبر سوريا. وعندما بادرت سوريا إلى عقد اتفاقيات مع تركيا وفتحت الحدود وأزالت الألغام، كانت تركيا تقوم بتدريب هؤلاء المرتزقة وتعد العدة للغزو التركي إلى يعني سوريا. ونحن نعرف يعني بأن أردوغان نفسه قال نحن وكلنا بإعادة يعني تكوين الشرق الأوسط الجديد أو إعادة تركيب الشرق الأوسط الجديد. وتعرف يعني من أن أحمد داود أوغلو الذي يعني في الظاهر هو يختلف مع أردوغان كان يقول هناك صفر مشاكل، يجب أن نصل إلى صفر مشاكل مع الجيران، ولكن عندما يقول بصفر مشاكل يعني أنه لا توجد أطماع لتركيا في الدول المجاورة. ولكن لاحظ اليوم يعني الجيش التركي الغازي موجود في سوريا، موجود في العراق، موجود في قبرص، هو يطالب بالدخول إلى اليونان واستعادة بعض الجزر، أيضا يطالب بالدخول إلى ليبيا ويهدد مصر وكل الدول التي في هي عفوا تقع في جانب تركيا أو حتى هي بعيدة نسبيا. ولذلك نحن في سوريا يعني أعددنا العدة، ولكن تعرف في البداية كان هناك يعني الكثير من التكالب على سوريا، وكان هناك دول كثيرة ومن بينها دول عربية دعمت يعني هذا الغزو التركي على سوريا. ولذلك في الفترة الأخيرة لاحظ أننا اليوم نواجه فقط تركيا ومن خلفها الولايات المتحدة وبعض يعني الدول الغربية، ولذلك أصبحت المعركة واضحة. وحتى لاحظنا في الفترة الأخيرة جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قال نحن لن نسمح بأن تسقط قلعة المعارضة في إدلب. ومن هي المعارضة أخي مصباح؟ نعم. هي المجموعات الشيشانية وحراس الدين بقايا داعش، وأيضا المجموعات الأوزبكية والشيشانية وغيرها، وكلها يعني تسلح من قبل تركيا، التدريب في تركيا، اللباس تركي، كل شيء، الطعام تركي، كل شيء يعني هو أمام المجتمع الدولي يعرفون بأن تركيا تقوم بدعم هذه المجموعات الإرهابية. ولذلك أنا أقول لك القرار في سوريا هو القرار المواجهة والتصدي لهذا المحتل التركي. ونحن نعرف بأن تركيا إذا دخلت أي بقعة لن تخرج منها، ولاحظ يعني أن تركيا دخلت إلى قبرص في العام 74 ولم تخرج منها، دخلت إلى بعشيقة في العراق 2015 ولم تخرج منها، هي اليوم وهي تحتل لواء اسكندرون يعني الأراضي السورية منذ عام 1939، وأيضا هي اليوم تحاول أن تمد أذرعها داخل الأراضي السورية. وللأسف يعني هناك غض نظر من المجتمع الدولي عن هذا الاحتلال. وذكرت حضرتك أخي مصباح وأنا أشكرك عن التغيير الديموغرافي، لاحظ يعني أن تقوم تركيا عندما تصل يعني هو اليوم قام بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، ولكن لاحظ ماذا يفعل في سوريا، كل الآثار التي تدل على الحضارة السورية قاموا بتدميرها، أيضا كل الآثار التي تدل على الحضارة المسيحية يعني القديمة قاموا بتدنيسها، أيضا يعني في منطقة مثل عفرين كان هناك الكثير من البيوت التي يملكها الأخوة الأكراد قاموا بإخراج السكان منها وتسكين يعني بعض المجموعات التي جاءت من الخارج وتسكينها في هذه المنطقة وتهجير هؤلاء. ولذلك نحن نعتقد بأن ما تقوم به تركيا في سوريا يعبر حقيقة عن الأطماع العثمانية ليس فقط في سوريا وإنما في كل دولة عربية تدخلها. ولاحظ تصريحاته بشأن ليبيا كيف تدل على أطماع عثمانية قديمة، وكيف يعني تؤكد بأن يعني هذا الرجل هو يعني فعلا مريض بالتاريخ. ولذلك يجب الانتباه إلى ما يقوم به. ولكن يعني ورد ربما في تقريركم ما قالته فورين بوليسي من أن ليبيا ستكون مستنقع أو ستكون محرقة يعني لتركيا، وأنا أعتقد هذا، وأعتقد بأن تركيا اليوم بدأت في مرحلة التراجع ومرحلة التجزؤ ومرحلة ربما الانفصال، لأنك تعرف بأن يعني المجتمع التركي ليس منسجما مع بعضه، وخصوصا إذا لاحظنا بأن سياسة حزب العدالة والتنمية هي سياسة دائما تقوم على يعني التفرقة العنصرية. فرق تسد، لكن ابقى معي أستاذ غسان، ينضم لي عبر الهاتف
ينضم لي، ابقى معي السيد غسان، ينضم لي عبر الهاتف عضو مجلس النواب الليبي الاستاذ زياد دغيم. اهلا وسهلا بك. في نهايه الاسبوع السيد دغيم، قضيه توزيع ايرادات النفط بشكل عادل، يعني هل يمكن الاطمئنان على هذا الملف وهذا الموضوع في ظل وجود صنع الله والكبير فايز مصطفى واحمد حمزه ومعيتيق وكاجمان وباقي حكومة الميليشيات؟ نعم، أهلا بك. تحية لحضرتك أستاذ مصباح وضيوفك الكرام وكل المشاهدين. نحييك أيضا. أولا اسمح لي أن أعطي معلومة دقيقة فيما جرى فيما يخص الفتح من سمي بالفتح الجزئي في إعادة التصدير. هو رسالة لحسن النية كانت مطلوبة ربما من بعض الوسطاء الدوليين لتنفيذ الاتفاق، وأيضا حكمها جانب فني يتعلق بالمخزون النفط. يعني هناك بعض الجوانب الفنية اللي تحكم عملية النفط وربما أحيانا تضطر إلى تقليل المخزون للحفاظ على البنية التحتية والشبكة إلى غير ذلك. فهذه الخطوة لذلك سميت من السفارة الأمريكية بالفتح الجزئي، وأكدت على الشروط الثلاثة اللي نحن متمسكين بها برلمانا وحكومة وجيشا وبكل تأكيد قبل ذلك شعبا، وهي إضافة إلى التوزيع العادل لهذه العوائد، أيضا أن توضع في حساب لا يستخدم من قبل مصر المركزي المختطف في طرابلس أو الحكومة المجلس الرئاسي والحكومة، وأيضا تضمن عدم وصولها إلى المرتزقة أو إلى المجموعات الفوضوية والمجموعات الإرهابية. طيب. العملية ليست بسيطة، العملية صعبة. أعتقد أن الخطوة ربما الأساسية هي تجميدها في حساب، ثم يتم تحديد عملية التوزيع والآليات الضامنة عبر المسار الاقتصادي الذي أحد المسارات التي أطلقتها البعثة الأمم المتحدة والتي تحظى باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، ثم اعتمادها بشكل نهائي في المسار السياسي. هناك أفكار طرحت في عن تحديد النسب وفق عوامل معايير عدة لهذا التوزيع، يعتمد على السكان وعلى الجغرافيا وعلى إعادة التوازن التنموي، وأيضا حق التمييز والتفضيل لمناطق المنبع النفط. هناك أيضا فكرة أن تكون الحكومة المؤقتة التي تعرف بالمؤقتة، هي ليست حكومة مؤقتة الآن، حكومة سيد عبدالله السني التي عمليا عن طريق الجيش والمجلس النواب تسيطر وتدير مساحات كبيرة في ليبيا، سواء في برقة وفزان وأيضا مساحات في المنطقة الغربية، ربما ستدير هذه الأمور. طبعا أعتقد أن النقطة الأفضل والأقرب هي عن طريق المسار الاقتصادي اللي فيه شخصيات وطنية نفق فيها وستضع الآليات الأساسية. أيضا تلميح السفارة الأمريكية وواضح أن العملية معقدة، أن العملية تحتاج إلى نوع من الثقة، أن نعم تحتاج إلى نوع من الالتزام والجدية. أنا لا أعتقد أن هذه المواصفات موجودة في شخص صنع الله، هذا الانقلابي المستمر، وربما نعتبره من أهم أسباب الأزمة في ليبيا منذ انقلاب فجر ليبيا سنة 2014. طيب. أو في الشلالية والعقلية التي تدير السراج ومحيطه والمؤسسات المختطفة في طرابلس. طيب ابقى معي أستاذ زياد، سأعود إليك، لكن دعني أسأل في نقطة مهمة جدا قبل أن أنتقل إلى موضوع الزيارات التي حدثت مؤخرا لرئاسة مجلس النواب، لكن في نقطة مهمة جدا أستاذ يوسف. أنا حنسأل سؤال وعبارة عن مجموعة المعلومات، ومحتاج نفهم هي مجموعة معلومات أنا جمعتها، لكن بنعرف شو اللي قاعد يصير في البحر المتوسط بصفتك رجل مختص وباحث في شؤون الأمن القومي والإقليمي في منطقة غرب المتوسط. حنعطيك مجموعة المعلومات، والمعلومات يقولن أن قبرص أو تركيا بدأت بالحديث عن مناورات ربما سوف تكون ضخمة
بجانب قبرص واليونان أيضا. هدف هذه المناورات التركية، قبرص أيضا أعلنت أنها ستجري الأخرى مناورات مع الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، والبعض يعتبر أن ما يحدث الآن هو حالة تصعيد وجودها في البحر المتوسط أو حالة تصعيد متوسطية يعني. اليونان أيضا حصلت على دعم فرنسي بأثقال ومنظومات حديثة، تركيا فتحت على نفسها أبواب مغلقة، البعض يقول ذلك. إلى آخر نقطة، هنالك اتفاقات بحرية جديدة بين إيطاليا واليونان ومصر وقبرص وليبيا أيضا التي يمثلها الجانب الآخر، كيف سينعكس ذلك على اتفاقية السراج وأردوغان؟ تركيا تتربص بتلك المنطقة والحفر على الغاز والتنقيب، كيف تقيم الوضع الدولي والمتوسط والإقليمي بعد المبادرة المصرية في 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 خضم هذا الصراع الحادث الآن في المتوسط؟ تفضل أستاذ يوسف، أي فكرة مجمع تشمل أفكارنا سجلت، حنعطيك فكرة من تفضل. طبعا أنت عارف التصعيد التركي هذا نتيجة طبعا اللي هو التوسع التركي في المنطقة بشكل كبير، وأن تركيا بتحاول تسيطر المنطقة بطريقة كانت هي طبعا الغرض من السيطرة مهما كان الثمن يعني. مهما كان الثمن، الغرض السيطرة التركية هي ليس نفط بس، هي في حتى برنامج الثروة البحرية كان مهمة واستراتيجية تعتبر لتركيا يعني، مش يعني نفط بس هو اللي حيكون الهدف الأساسي. فمعظم الدول اللي هي الآن نحن نشوفه التصعيد التركي، وبدأت حتى الاتحاد الأوروبي بدأ يستخدم في أوراق التوسط التركي. أول ورقة هي ممكن الإعلام مغطاش شوية، اللي هي طبعا شطب وعزل تركيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي، بدأ تركيا أنه يستخدم في الأوراق، عنده أوراق يقدر يستخدمها عكس الأوراق التصعيد العسكري يعني. فهو بدأ يجي إلى الوراق جس النبض، وعنده أوراق يقدر يستخدمها يعني قصدي في كبح جباح هذا التدخل التركي السافر. ولكن أنت عارف الآن تركيا بدأت تدخل في هذا المستنقع، المستنقع عرفي أنه خطير خصوصا في منطقة البحر الأبيض بشكل كامل أو منطقة الشرق والغرب يعني. أنت عارف الدول الغرب المتوسط اللي تقود فيها طبعا فرنسا بالأساس، اللي هي خمس دول متوسطية اللي هي إسبانيا إيطاليا فرنسا مالطا البرتغال، وفرنسا هي اللي تقود في هذه الدول. وأنت عارف أن فرنسا وإيطاليا مصلحة واحدة في منطقة، وهي هذه سد هذا الغزو التركي الذي أصبح يشكل خطر كبير على 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 أمن البحر الأبيض وأمن دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. وحتى الاجتماعات اليوم نحن لاحظنا في اجتماع وزير الدفاع الفرنسي ووزير الدفاع الإيطالي، هذه الاجتماعات أتت نتيجة للتنسيق والتعاون في المنطقة. ونحن نعرف من إعلام برشلونة 95 أصبحت منطقة غرب متوسط تعقد في اجتماعات عادة على مستوى وزراء الداخلية الخارجية القمة الخبراء الدفاع، وهذه الهدف هنا هي تنسيق التعاون السياسي الأمني في جميع الأمور اللي تهدد المنطقة بشكل مباشر. فأرى أن التصعيد اليوناني الآن والقبرصي وكما قلنا الفرنسي بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي وبالتعاون مع فرنسا هذا ليس بالجديد، لأن المنطقة أنت تعرف أنت أي توجه أي عدم استقرار في المنطقة هو يشكل خطر على أوروبا وخطر على الدول المتوسطية، وهذا يعتبر أمن إقليمي يعني، تهديد يعتبر شكل عائق أمام استقرار الدول هذه. هل ستحدث مواجهة في غرب المتوسط؟ مواجهة عسكرية؟ مواجهة عسكرية أتوقع أنا في مواجهة عسكرية، لأن تركيا هي حتكون بين تركيا وبين فرنسا نقول لك ومصر قبرص اليونان. مصر وقبرص واليونان وفرنسا حلف حلف ضد تركيا حتى كل هي. انت عارف من اول توقيع الاتفاق اليوناني الايطالي اللي حدث، انا طبعا تكلمت من قبل في حلقه من الحلقات تكلمت قلت بعد الاتفاق اليوناني الايطالي حتكون في اتفاقيات اخرى، وفعلا بعد ما قلت اتفاق اليوناني الايطالي لجأ تو اتفاق مصر وايطاليا. طيب دكتور يوسف، خلينا ننتقل للدكتور عثمان، انا حننتقل الى ملف اخر، ونعتذر اذا كان في اطاله على جميع الضيوف سواء الأستاذ غسان ولا دكتور عثمان ولا الأستاذ زياد، فصبركم معنا بس لأن الأسئلة متعلقة ببعض من المحاور كلها متشابكة يعني، فأنا يعني نحاول نحل البازل هذا اللي موجود يعني. دكتور عثمان، يعني رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح نحييه في هذه اللحظة وعلى جهود الدبلوماسية التي يبذلها وهو في ظهر المؤسسة موجود يعني، و من روسيا اليوم في سويسرا وبحث مع المبعوثة الأممية بالإنابة سيفاني ويليامز ملفات عديدة وشدد على ضرورة توزيع العدل الثروات. رجعنا لنفس الملف، وأيضا التقى في جنيف المستشار صالح مع مركز الحوار الإنساني وشرح لهم نقاط هامة حول ملف الإرهابيين والمرتزقة ودور أردوغان وحكومة السراج في تعزيز الإرهاب. تفضل دكتور.
نعم، هو في الواقع الحقيقة الدور الذي يقوم به السيد رئيس مجلس النواب هذا العمل الدبلوماسي ما في ذلك شك بأنه مهم ومهم جدا في هذه المرحلة. المسار السياسي هذا أمر هام جدا في ظل الظروف التي يعمل فيها السيد المستشار عقيلة صالح. نحن نعرف بأن الحكومة المنبثقة عن البرلمان لم يعد يعترف بها دوليا، وبالتالي نجد بأن العمل الدبلوماسي والعمل السياسي أصبح على عاتق السيد رئيس مجلس النواب، ومن هذا المنطلق أصبح هو يعني يتحرك في هذا الجانب. رأيناه توجه إلى القاهرة والآن موجود في جنيف في سويسرا. بكل تأكيد أنه سيحاول بقدر الإمكان، أعتقد بأنه ربما يتحدث عن الجانب الاقتصادي تحديدا، خاصة فيما يتعلق بإيرادات النفط. لابد له أن يعطي هذا الملف أولوية، بحيث أنه يحاول بقدر الإمكان أن يصل إلى اتفاق مع البحث الأممية الخاصة بليبيا من حيث توزيع الثروة ووضع أو التفكير في آليات توزيع أو عوائد النفط، لأنه لا يمكن أن يوافق أو يوافق الليبيين أو جل الليبيين على الأقل أن يتم إرجاع عوائد النفط إلى البنك المركزي في طرابلس، ومن ثم تتحول إلى تركيا وإلى دفع مرتبات المرتزقة الذين قامت بجلبهم تركيا. هذا أمر طبعا يعني أعتقد بأنه أمر مستبعد. من هذا المنطلق السيد عقيلة صالح أعتقد بأن الملف الاقتصادي تحديدا وهو الملف الملح في هذه اللحظة، خاصة تزامنت هذه الزيارة مع استئناف يعني ضخ البترول من جديد أو استئنافه وإن كان بشكل محدود. هذا يعني هذا جانب، وأعتقد أن هذا هو جانب مهم جدا. الجانب الآخر وهو التحديث في الجوانب السياسية، أتصور بأن السيد عقيلة صالح يعني حسب ما علمت من الدكتور يوسف بأن يعني هناك استشار المتخصصين فيما يتعلق بالعلوم السياسية، ومن هذا المنطلق أتصور بأنه لديه الملفات الجاهزة في النظر للحلول للمشكل الاقتصادي. ومن هذا الجانب أعتقد بأنه لربما سيصل إلى على الأقل لنقل وجهة نظر البرلمان وأغلب الليبيين في هذا الموضوع. هل استطاع رئيس مجلس النواب إيصال صورة البرلمان أو توضيحها تجاه ملف المرتزقة والإرهابيين السوريين وغير السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا وحكومة السراج الشريكة في ذلك في تعزيز الإرهاب في البلاد؟ هل استطاعت مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب لتوضيح الصورة أمام المجتمع الدولي بشكل واضح لأنه وبشكل ملموس بالأدلة يعني؟ نعم، والواقع الشغل الدبلوماسي تحديدا هو شغل متكامل. يجب أن نحن نفهم بأن العمل الدبلوماسي هو عمل ربما في كثير من القضايا الفنية. ومن هنا البرلمان يعني سيد رئيس مجلس النواب يعمل يعني ربما ليس بكامل آلياته التي يفترض أن يعمل بها. لو لديه مثلا دبلوماسية بديلة مثلا عن طريق مثلا وزارة الخارجية، ربما تكون هناك تمهيد وهناك تواصل مع الأطراف الدولية لتوضيح وجهة النظر، لتقريب وجهات النظر، أيضا للشرح المستفيض في هذه المسائل. لا أعتقد بأن السيد يعني رئيس مجلس النواب يستطيع في عجالة وفي زيارة قصيرة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بحيث أنه هو يوضح كل ما في جعبة البرلمان بشكل عام أو الليبيين الذين ينظرون إلى هذه المشكلة. فمن هذا المنطلق أعتقد بأن البرلمان يعمل بطريقة لربما ليست بكامل آلياته وأدواته التي يفترض أن يعمل بها. من جانب آخر أستاذ مصباح، يجب أن لا ننسى بأن الحكومة حكومة الوفاق لديها
خارجية وهي المعترف بها دوليا، وأيضا هي موجودة ولديها كل أغلب الكراسي الموجودة في يعني البعثات الدبلوماسية وفي هيئات الأمم المتحدة، وهم طبعا يشتغلوا بشكل كبير جدا في هذا الجانب. لديهم مندوبين، مثلا مندوبهم في الأمم المتحدة قاعد يعمل بشكل مستمر في أروقة الأمم المتحدة، لديهم مندوبهم في الجامعة العربية أيضا يعمل في هذا الإطار. يجب أن نحن نعرف بأن هذه الزيارات التي يقوم بها المستشار عقيلة صالح ربما تأتي، يفترض أنها تأتي في إطار الموافقة بشكل عام أو طيب. إعلان ما يتم التوصل إليه طيب. إنما هناك حقيقة يعني دقائق الأمور يفترض أن تكون هناك لجان مختصة تقوم بها. نعم. طيب واضح. أبقى معي دكتور عثمان. أعود مجددا إلى الأستاذ زياد غيم. أستاذ زياد، زيارات رئيس مجلس النواب ودعنا نسميه دبلوماسية مجلس النواب التي يبدو لها طول هذه الفترة، وهو عمل ملحوظ في الحقيقة، يعني هل لاحظتم أي نتائج أو وصلتكم أي نتائج؟ نحتاج إلى معلومات أكثر من تحليل. تفضل أستاذ زياد إذا كنت تسمع. نعم تفضل. وصلك سؤال وأنا نعود السؤال. ألو. نعم تسمع فيه أستاذ زياد؟ هل أنت في الاستماع أستاذ زياد؟ ربما لا يتمكن. تسمع فيه أستاذ زياد؟ صوت واضح؟ نعم أستاذ صباح. طيب أذكر السؤال لو سمحت. طيب أنا سألتك على زيارات رئيس مجلس النواب الآن، أو ما أسميناها بدبلوماسية مجلس النواب، وهي ملحوظة الآن، والحركة الدبلوماسية مجلس النواب الذي يمثله رئيسه المستشار عقيلة صالح بشكل ملحوظ جدا ونشكره عليه في كل لحظة. هل هنالك أي نتائج؟ نحتاج إلى معلومات. نعم، أو يجب أن نتفق جميعا ونتأكد أن ما كان لمجلس النواب ورئيسه اليوم والدولة الليبية من قدرة على العمل الدبلوماسي الصحيح والضروري لولا ما كان هناك جيش، وأصبح للدولة الليبية كما قال الراحل أنور السادات سيف ودرع. هذا الأساس، هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن يتفق عليها جميع الليبيين وكل من يتابع المشهد السياسي. النقطة الثانية أيضا، وهي اسمح لي أن أخاطب بها شعبنا والمتابع طبعا. ربما القلق في هذه المرحلة أن ربما ويل روجرز الكاتب والشهير عندما وصف الدبلوماسية بأنها أن تقوم بملاطفة كلب هائج حتى تلتقط له الحجر، أي أن العمل الدبلوماسي والسياسي لا يعني أبدا التفريط في الثوابت الوطنية ولا في الالتفاف عليها كما يشعر ويقلق الكثير من المتابعين. هذه نقطة يجب أنا طبعا ليس موجهة لضيوفك الكرام لأنهم يدركون ذلك تماما، ولكن للمتابع وللمشاهد. الآن في هذه اللحظة على سبيل المثال ونكون بشكل واضح، عملية مناقشة فتح عوائد النفط، فتح إنتاج النفط، هو إحدى الوسائل الأساسية لسحب ذريعة الحرب ومحاولة احتلال الحقول النفطية من قبل الغزو التركي. هذه نقطة يجب أن نتفق عليها. أيضا يجب أن نتذكر أن الإذن أو الضوء الأخضر الأمريكي للتدخل التركي في ليبيا مؤخرا، والذي منع سيطرة الجيش الليبي على كامل التراب الليبي، كان نتيجة استثمار التركي للوجود والتدخل الروسي الذي السياسي على الأقل، الذي كان يشكل خوفا وهاجسا كبيرا لدى صناع القرار في أمريكا، وهذا أمر معروف. الآن أيضا الوضع معقد، فالقوى الأوروبية لا تقبل بالنفوذ والسيطرة التركية، وخاصة وأعتقد أن ربما أشار إلى ذلك ضيفك الكريم الشقيقة سوريا. نعم. أن الأتراك، وهذا لمسناه بشكل مباشر في حديثنا معهم لما التقى وفد مجلس النواب مع الرئاسة التركية، الأتراك
يتكلموا عن اتفاقية لوزان اللي هي عمرها 100 سنة ستنتهي عام 2023. هذه الاتفاقية الدولية اللي جت نتيجة بعد الحرب العالمية وغيرها قلصت مساحة وحدود الدولة التركية في ذلك الوقت والعثمانية. أشي لوزان، نعم أشي لوزان. يعتقدون أن هذه الحدود أو هذه الاتفاقية ستنتهي عام 2023 وبالتالي أصبح من حقهم أو العودة أبدا إلى حدودهم اللي قبل الاتفاقية التي فرضت عليها. ولذلك لديهم مطامع مباشرة في العراق وفي سوريا وأبعد من ذلك وفي ليبيا وفي غيرها. هذا الأمر يدركه تماما كل من هو يتابع في المشهد. الوضع الآن ليس بالوضع السهل، الوضع معقد، ولذلك في قناعة الآن لدى الشرعية في ليبيا من ضرورة الدمج بين العمل السياسي والدبلوماسي مع العمل العسكري، لأن كثير من الأمور قد يتم حلحلتها بعمل دبلوماسي، والعمل الدبلوماسي يؤكد أنه ليس التفافا ولا تفريطا أبدا. وربما أنا أتفق مع الوصف اللي قلت له للكاتب الشهير والفيلسوف والدبور. نعم شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال أستاذ زيد غيم عضو مجلس النواب، كنت مع عبر الهاتف. وأعود إلى الأستاذ غسان يوسف، يعني هنالك تدخل تركي في العراق وفي سوريا وفي ليبيا، وهنالك تدخل في حصص المياه للبلدين الشقيقين. ما هو المطلوب من الجامعة العربية الآن أو حتى من الدول العربية الفاعلة لمواجهة هذه الاعتداءات التركية على المياه العربية؟ تفضل. جيد أخي مصباح أنك ذكرت يعني هذا الأمر، وخصوصا مسألة المياه. يعني تعرف بأن اليوم هناك ضغوط على مصر بواسطة سد النهضة، وأيضا يعني هناك ضغوط على سوريا والعراق من تركيا، باعتبار أن تركيا أقامت سدود كبيرة على نهري الفرات ودجلة، وهي تقوم بقطع المياه عن الشعب السوري والشعب العراقي. وهذه المشكلة تتكرر كل سنة، وهذا نتيجة يعني تراجع الموقف العربي، وأيضا عدم التنسيق بين الدول العربية في مواجهة هذا يعني التغول التركي داخل الدول العربية. ولذلك كما قلت حضرتك يعني هناك احتلال لأراضي عراقية واحتلال لأراضي سورية وأيضا احتلال لأراضي ليبية، وهو يطمح إلى أن تعود يعني السلطنة العثمانية إلى كل إقاع الوطن العربي. ولذلك هنا يعني نحن يعني نناشد الدول العربية بأن يكون هناك صحوة عربية، وأن يكون هناك فعلا يعني تلمس هذا الخطر التركي. وتعرف يعني عندما كانت سوريا وحيدة تواجه الخطر التركي لم يكن يعني هناك معها أحد من العرب، وتم أيضا يعني تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية. ولذلك يعني نأمل من الدول العربية الفاعلة وعلى رأسها الشقيقة مصر أن تعمد إلى ترميم الموقف العربي، وأن يكون هناك موقف عربي واحد في مواجهة التغول التركي، وأيضا يعني وضع النقاط على الحروب ومعرفة من هو العدو ومن هو الذي يريد أن ينهب النفط السوري والنفط الليبي والخيرات السورية والخيرات الليبية، ومن يريد أن يتدخل يعني في شؤون هذه الدول المستقلة. وأنا كما قلت لك يعني التدخل التركي في ليبيا هو عبارة عن احتلال وغزو، وهو يعني أبعد ما كان يسمى الحل السياسي، لأن دائما الحل السياسي يكون بين الأطراف السياسية المختلفة على رأي معين، ولكن عندما يدخل غزو أجنبي ويساند هذه القوى ويعتمد على المرتزقة يصبح الأمر يحتاج إلى مواجهة من الشعب ومن الجيش. طيب ابقى معي أستاذ غسان، دعني أعود إلى الدكتور عثمان بدري. دكتور عثمان المستشار صالح التقى بعض سفراء دول مجلس الأمن، هل هذا التحرك يصب في اتجاه تضييق الخناق على الأتراك؟ وما هي الخطوات الأخرى المطلوبة الآن بصفتك متخصص في العلاقات الدولية؟ تفضل. نعم، هو تحرك المستشار عقيلة صالح ما في ذلك شك بأنه أمر مهم جدا، بل غاية في الأهمية، لأن الجانب
العمل السياسي والدبلوماسي مطلوب من طرف المجلس النواب، وزي ما أشرت أنا في البداية يعني أشرت إلى أن هذا العمل وإن كان يعني لديه يعني زي ما نقوله ليس عملا كاملا باعتبار أنه كثير من الأدوات غير موجودة لدى المستشار عقيلة صالح، ولكنه في كل الأحوال هو عمل وجهد مهم جدا ويصب في إطار محاولة تضييق الخناق على التحرك التركي فيما يتعلق ب يعني الدهاليز السياسة الدولية. طيب. ويكون قريب جدا من السفراء ومن هذه الدول بحيث ينقل وجهة نظر البرلمان في إطار المشكل الليبي. هذه مسألة غاية في الأهمية، وإن كانت أعتقد بأنها يعني بالنسبة للمستشار عقيلة صالح فيه يعني تتطلب منه جهد أكثر نظرا يعني افتقاره ربما للأدوات الدبلوماسية الحقيقية التي أقصد بها تحديدا عدم وجود مندوبين مثلا في بعثة البعثة الليبية في جنيف على سبيل المثال. هذا المندوب طبعا ليس مع البرلمان، هو مع حكومة الوفاق. أيضا المندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة هو أيضا من هكذا مع يعني حكومة الوفاق وهكذا. فإذا سينقل وجهة نظر الطرف الآخر المتجانس بكل تأكيد مع وجهة نظر تركيا. من هذا الجانب يعني تحرك المستشار عقيلة صالح في هذا الإطار هذا أمر مطلوب، بل بالعكس هذا وقته يعني لابد أن يتحرك في هذا الإطار. طيب دكتور يوسف، ربما يفصلنا يومين على لقاء الاتحاد الأوروبي، برأيك يعني مع كل الذي حدث في الأسبوع اللي فات والأسبوع الماضي، يعني كان أسبوع مليان بشكل دبلوماسي بشكل سياسي وفيه حراك على جميع الأصعدة خصوصا في الليبي، يعني ما الذي سيحدث في لقاء الاثنين أعتقد أو الثلاث كاتحاد أوروبي بخصوص الملف الليبي؟ هل سنرى تحرك دولي فعلا ضد تركيا ضد أطماعها في المنطقة؟ تفضل. طبعا انت عارف كما قلت لك في اجتماع اليوم كاين وزير الدفاع الايطالي ووزير الدفاع الفرنسي. هذه الاجتماعات طبعا اتت بعد زياده التدخل التركي والتصعيد اللي شفناه نحن في المنطقه، وبدا هذا يشكل هاجس لدول الاتحاد الاوروبي والدول المتوسطيه بشكل اساسي، خصوصا انت عارف قلت لك المنطقه فيها توترات كبيره وخاصه تعاني من اخطار وتهديدات كبيره. مجلس الشيوخ الفرنسي طالب في تقرير باتخاذ 44 اجراء ضد تنظيم الاخوان في فرنسا، وهو في خطوه هامه. هذا طبعا استمعت الخبر هذا ان خوف فرنسا من المد الاخواني في فرنسا يعني بشكل مباشر، لان تعرف الخطر الاخوان هذا يشكل حتى الدول الاوروبيه سواء المتوسطيه سواء الدول العربيه، فالاخوان هم طبعا اطراف كثيره يتدخلوا في اي وقت يشاءوا يعني. فانا ارى ان هذا التنسيق لليوم والاجتماع وهو طبعا اجتماع وزيرين الدفاع يعني هذا اعتبار ان الموضوع طبعا تهديد امني، ما فيش اجتماع وسط وزاري يعني. هي عاده الاجتماعات تكون كما قلت لك من بدري على مستوى وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه الداخليه القمه الخبراء، كل مستوى له مجال تخصص معين. نعم. فارى ان الاجتماع الجاي اللي هو المقبل يوم اثنين حتكون في قرارات مهمه، في قرارات حتستخدم طبعا في التصعيد العسكري، طبعا هو اتي لا محال التصعيد العسكري، لان انت عارف التصعيد العسكري هل يصل الى درجه المناورات والاستعراض ام انه هي مواجهه عسكريه؟ تحدث هل ستحدث مواجهه عسكريه في غرب المتوسط ام لا؟ هي ستصبح تستخدم اوراق طبعا اوراق يعني ضغط يعني اوراق كيف شطبهم الاتحاد الجمركي هذا اوروبي كقرارات اخرى حيستخدموها الاوروبيين اوراق يعني عمليه قص جنحان لكن نتوقع ان كان فشلا هذه الاوراق ما جابتش نتيجه حيكون في تصعيد عسكري. ان انت عارف حتى صرحوا الاتراك ان لما الولايات المتحده الامريكيه وجهت رساله للاتراك ان هم يخرجوا مرتزقه وميليشيات، ردوا عليهم الاتراك قالوا نحن لا نخرجوا من ليبيا نخرجوا مرتزقه والدواعش. هذا الدليل ان هم في تعاني كبير. البقاء المستمر اللي تحدث عنه الاستاذ غسان، الاستاذ غسان يوسف قال ان اي بقعه جغرافيه تدخلها تركيا لن تخرج منها، نضيف عليها الا بالقوة. نعم نضيف عليها حيخرجوا منها بس الا بالقوة بس لا حيخرجوا منها بجثث يعني نعم. هو طبعا صباح انت عارف الاستحقاق راهو امني قبل سياسي. نعم. مشكله في ليبيا مشكله امنيه بحت، مشكله في ليبيا مشكله امنيه ومشكله امنيه اقليميه وقوميه يعني بشكل اساسي. فانا ارى ان هذا التدخل التركي لا يردع الا بالقوى العسكريه، لان فشلت كل طبعا انت الحوارات السياسيه فشلت كلها، ولان بتقول لي انت ترد لي المربع الاول الحوار السياسي والتدخل التركي قاعد موجود هذا لا يجوز يعني عرفت. طيب نشكرك جزيل الشكر استاذ يوسف الفارسي الباحث المختص في شؤون الامن القومي
والإقليمي في منطقة غرب المتوسط. الشكر موصول أيضا للدكتور عثمان البدري المختص في العلاقات الدولية، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من بنغازي. وأيضا الشكر للأستاذ عثمان يوسف الباحث السياسي والمختص في الشأن التركي، كنت معي عبر الهواء مباشرة من العاصمة السورية دمشق. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين التي بالمتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.